السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا. في هذا الفيديو يا طلبة حبيت أن أعطي لكم أمر يعني كما يقولوا لا يصدق، أنه الأسئلة تاع البكالوريا راهي تتعاود والله، غير إذا حليتوا المواضيع رايحين تجيبوا البكالوريا دوفيس، والدليل أمامكم. بون، كما راكم تشوفوا هذه بكالوريا سنة 2020 لشعبة اللغات الأجنبية. قالوا لهم ما هي عوامل بروز سياسة الانفراج الدولي ودور العالم في تجسيدها. راكم تشوفوا، نروحوا لشعبة التسيير والاقتصاد سنة 2021 تاع العام اللي فات فقط، نفس الوضعية اللي الإدماجية تحطت للتسيير والاقتصاد، هزوها الوضعية من 2020 تاع شعبة اللغات وحطوها في التسيير والاقتصاد. أسباب ظهور سياسة الانفراج بين القوتين، تبدل غير الصيغة تاع السؤال برك بشكل طفيف، ودور كتلة العالم مثل في إرسال سياسة الانفراج. نفس الأسئلة، نفس الوضعية الإدماجية، يعني اللي حل البكالوريات موش راح يتعب إطلاقا. والله لا، نفس الأسئلة راهي تدور في الاجتماعيات في جميع الشعب. مثلا شعبة اللغة الأجنبية، السؤال طاح في سنة 2018 قادر يطيح في سنة 2022 نفسه. في شعبة الآداب مثلا وفلسفة يهزوه منه ويحطوه منه. لذلك حلوا البكالوريات يا طلبة، والله لتجيبوا الباك بطريقة سهلة وبسيطة وعندها أهمية كبيرة لما تفتحوا المواضيع. كاين طلبة ما حفظوش، كاين طلبة فتحوا المواضيع فقط في مادة الاجتماعيات، فتحوا المواضيع فقط وداو 17-18. حتى أنه التواريخ اللي راهي تنحط سهلة، تأسيس مكتب الكيمينفورم اللي هنا عطاو لهم شخصيات جوزيف ستالين سهل، عطاوهم جورج بوش الأب، كريم بن القاسم، مصطلحات يعني سهلة، خاصة المصطلحات الجزائرية سهلة مما تظنون. والله لكل شيء شيء يعني سهل. حلوا المواضيع ثم حلوا المواضيع. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء.